أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما، البحرين سوف تكون مختلفة تماما، الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد خمس سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي.